السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنطلب من هاد الناس اللي مقابلين الموضوع باش يديروا لنا شي حل، بأن الموضوع تزاد، ولكن خصكم تشوفوا المحلات راه باقا عيط الفازة وثلاجة وبارابور هي اللي كانت في 81، احنا دابا في 2017، ولكن هنا في الشكل ما شفنا حتى شي حاجة. علاش الموضوع تزاد وعلاش الأجهزة باقا هي هي؟ يعني شنو الحل اللي غادي ديروا لنا انتوما هنايا؟ وكنطلب انا من هذا الكلام هذا يوصل للمسؤولين الكبار، وخا المسؤولين الكبار راه عارفين غير هما شنو كيديروا لنا هنايا، عباره دايرين بحال القروضه، هذا الشيء اللي كتشوفونا حنا غير قروضه دايرينا. كتجي انا دابا حاليا ها هي اخوتي نجبدها لكم، عندي على جوج بيوت، ها هي ورقه فيها 7000 ريال، تخيل الميكرو. ها هي اخويا 7000 6800 درهم خلص الصباح وما كنخدمش انا اصلا بزاف. طالب معاش هاد السيد. وكاينين اللي كاينين الناس كفس مني انايا، يعني تاهما خصهم تكون شي مبادره خاصه، يعني النظر ديالي انا 2400 للدار راه كافيه، جات انا 8000 ريال عاد بنت ومراه جالسه في الدار. يعني ما عندناش الاقمار الصناعيه ولداعات باش غنكونوا حنا لهذ المرتبه الكبيره. اوروبا نصارى، يعني النصارى حنا كنعايروا النصارى واليهود، ولكن علاش هما عندهم الخدمات احسن منا وكيتكيسوا على المواطن ديالهم؟ في المراقبه ديال الدراسه، حنا الدراسه ما بقاتش عندنا، زادونا الموضوع عاوتاني ولدي كتخلص الكرا. ولكن واحد الشيء اللي بغيت نفهمه منكم اخوتي هو قلبوا الورقه وقراوها، راه غتلقاو 100 درهم كذهب للخزينه ديال الدوله، وهذيك 100 درهم هي اللي كيستهلك المواطن اصلا نيت. علاش الحكومة ما تنوضش دير شي حل لينا حنا كاملين وتعطينا شي مبلغ اللي نرضاو به حنايا؟ هاد السيد مثلا كيصور 10000 في الشهر، يعني ما خصناش نفوتوا له 50 درهم ولا 60 درهم في الشهر، اشنو عنده؟ ما كاين الصابون ديال الميكا ديال الشينوا والتلفازة ديال الشينوا وبارابور ديال الشينوا، ما كياكلوش شي حاجة كثيرة، وداك السيد تيكون خدام نهار كامل، يعني ما كيشعلش الضو نهار كامل. علاش غادي يكون هذا القدر هذا؟ وكنطلب انا مباشره من صاحب الجلاله محمد السادس باش يدير مبادره خاصه لهذ القضيه ديال الموضوع، راه الشعب كلا العصا وتفرح وهذا راه سلام. وكنحترم كل المسؤولين واخا هما ما كيحترموناش، انا كنحترمهم، وهذا الرد اللي كنقول هذا الكلام ديالي، انا انتم شفتوا حتى وجهي وها كلامي، والسلام عليكم.